يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. ومن شباك لتاني شباك، اركض وراك اركض وراك يا بطاجي. مالي الهوى وشاكينا، والحب مايل علينا. مالي الهوى وشاكينا، والحب مايل علينا. لو يا حبيبي وانت حبيبي، لو يا حبيبي وانت حبيبي، تاخدني معاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. ومن شباك لتاني شباك، اركض وراك اركض وراك يا بطاجية. يا بطاجية انا قلبي معاك، اغنية اتغنت في احد الافلام سنة 68، غنتها الفنانة صباح، والاغنية دي لحنها الاخوين رحباني. اللي هيشوف الاغنية اساسا في الفيلم الاصلي هيلاقي انها معمولة لباند، يعني معمولة لباند بالاسلوب الغربي، يعني هتلاقي فيه جيتار وهتلاقي فيه بيز وهتلاقي فيه كيبورد ودرامز، بس طبعا ما كانتش بنفس الحبكة اللي احنا ممكن نعملها دلوقتي مثلا في القرن 21، في باخر التكنولوجيا المستعملة في الاجهزة الالكترونية وفي الجيتارات وفي التسجيلات. فاعيد تاني ان عملها المطرب محمد منير، وما كانتش فرق كتير قوي في اللحن خالص ولا حتى الهارموني عن العام بتاعها بتاع 1968، ولكن اللي فرق التقنيات المستخدمة. فانت سمعت اغنية حديثة بصوت محمد منير. احنا النهاردة هنعمل الاغنية ديت، الاغنية بسيطة جدا وظريفة ولذيذة، وكورداتها كمان سهلة، ممكن تتلعب كلها في الوضع المفتوح زي ما احنا تعودنا لما بنيجي نذاكر الاغاني. يعني احنا الاول بنتقن عمل الكوردات، وبعد كده بناخد السولو في الحلقة الجاية. فالنهاردة هناخد الكوردات بتاعتها. الاغنية زي ما احنا بنتفق بتتقسم الى اجزاء. الاجزاء بتاعت الاغنية بتاعتنا ديت هي عبارة عن ثلاث اجزاء. اول جزء الكورس، اللي هو اساسا بيتقال فيه الكلام اللي بيتكرر كل مرة في الاغنية، زي يا بطاقية انا قلبي معاك، تعتب عليا وبترجاك، ومن شباك لتاني شباك، بركض وراك بركض وراك يا بطاقية. فدي الكلمات ديت بتتقال كل شوية بعد موسيقى، بعد كوبليهات بتاعت الاغاني، فده بيسموه الكورس. الكورس، فالكورس عندنا ده اول جزء من اجزاء الاغنية. تاني جزء عندنا من الاغنية احنا بنسميه السولو، او بيسموه في الغرب الريف، R-I-F-F. الريف ديت يعني هي حتة الجيتار اللي بتربط ما بين الكورس وبتفصل ما بينه وما بين كوبليهات الاغنية، او الفيرزز بتاعت الاغنية، او المذاهب زي ما احنا بنتكلم عليها. تالت جزء اللي احنا قلنا عليه حالا دلوقتي بيسموه الكوبليه او المذهب، هو الكلام اللي بيتغير في الاغنية. تلاقي الكلام بيتغير، يتقال مرة كلام وبعدين يتعمل موسيقى وكورس، وبعد كده يتقال كلام تاني ممكن على نفس اللحن، وممكن تنويع على لحن تاني. في حالتنا هنا هي على نفس اللحن. فانت لو حفظت الكورس وحفظت السولو او الريف وحفظت المذهب او الكوبليه او الفيرز، انت كده هتبقى حفظت الاغنية بالتلاتة دول. طيب نبدأ مع التلاتة دول في الهارموني. اول حاجة الكورس. الكورس كورداته بسيطة جدا، سول ماجير من الوضع المفتوح، لا مينير،
من الوضع المفتوح، ري ماجير من الوضع المفتوح. فاحنا بنعمل مازورة سول، مازورة لا مينير، مازورة ري ماجير، ومازورة سول، يعني أربعة. الطقم الكامل فيه أربع موازير، فهي بتبقى كده يعني: يا بطاجية أنا قلبي معاك، لا مينير تاع تبعة دي وبترجاك جي، يا بطاجي جي أنا قلبي اي ماينر دي جي. الإيد اليمين بحاول دايما نعمل بيها تنويع، بحيث انها تدي، مش مجرد ان انا بعمل. فاسمع الريتم ده اللي انا عملته، تبطئه خالص عشان تعرف تعمله. فانا بعد ما عملتها بطيئه خالص ومشيت الكوردات واحده ورا تانيه، ابتدي اصرحها اعملها في ايقاع الاغنيه. يا بطاجي انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. تاني جزء في نفس الجزء اللي احنا بنقوله عليه ده، بس يعني الموازير اللي بعدها: ومن شباك لتاني شباك، ده سهل خالص، دي دي. ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض، جينا بقى السي ميجر، اركض وراك اركض وراك يا بطاجية. الطاجية ديت اللي هي واقفة، بقف على دي 7. دي 7 هنحط شكل الكوردات. ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا بطاجية. فكده انا عملت الكورس اللي هو هيتكرر معايا في الاغنية كله على بعضه: يا بطاجية انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا بطاجية. تمام، نبدأ بقى السولو. السولو السولو بيتبع نفس الكوردات بتاعت الكورس بتاعتنا: ترارارا تا تا ترارا الجزء الاولاني اللي هو اربع موازير: جي اي ماينر دي جي. بس لما بيجي نكرر تاني السولو بعد الدي بتعمل دي 7 بعدها بدل الجي، فهنعمله كله على بعضه: تارا تا 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 اي ماينر تارا دي 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 جي تارا تا جي تي تي تارا اي تارا دي دي جي دي جي. حاول بقى تعود نفسك انك تقدر تتحرك بسرعة ما بين دي 7 دي 7 والجي على طول. كل حاجة تيجي بالتمرين بالبطء الاول، بطأ المترونوم خالص. بعد كده تبدأ تسرع المترونوم حبة حبة. آخر حتة معايا بقى النهاردة هو الكوبليه أو الفيرز، أو إحنا بيسموه عندنا بالعربي المذهب، اللي هو بيتغير كلامه كل شوية في الأغنية، بيتقال 3-4 مرات كلام تاني خالص غير بعضيه. هتبقى بالظبط بيجي جزئين، أول جزء فيه بيبقى بالظبط زي المدخل بتاعي، زي الكورس بتاعي، وزي السولو بتاعي. زي مثلا نقول إيه: ده عيونيك اللي غيروني اي ماينر يا خوفي دي جي،
ده عيونيك اللي غيروني، يا خوفي بكرة يفوتوني. تمام، ما قلناش حاجة جديدة. نبدا الجزء الثاني بتاع السولو اللي بيكسر بيه الملل بتاع الكوردات الماجير او السلم الماجير، بيروح عامل الاي ماينر. والعمر يمشي والحب يمشي، للعمر يمشي والحب يمشي، اي ماينر، وبعدين انزل على الدي، وانا بمشي مع دي 7 تاني. والعمر يمشي والحب يمشي، والعمر يمشي والحب يمشي، وانا بمشي معاه يا بطاجي انا. طيب في حاجة بقى تريك في الاغنية، لو تلاحظ ان بين الناس اللي هتسمع طبعا الاغنية كاملة على الساوند كلاود، وهيحملوا الفايلات، احنا بنعمل فايلات بيبقى ساوند كامل، هتلاقي الاغنية كاملة، وهتلاقي اغنية ناقصة صوت المطرب، وهتلاقي الاغنية ناقصة صوت الايقاع، وهتلاقي اغنية ناقصة صوت الريف او السولو، عشان تتمرن مع التلاتة اللي انت عاوز تتمرنهم. يعني هتلاحظوا بين المذهب الاولاني وبين الكورس هتلاقي فيه فضة، وانا بمشي معاه يا بطاجي انا قلبي معاك. لازم تعمل حسابك انك هتنزل على الاي ماينر المره دي، يعني هتحذف اول كورد في المجموعه كلها اللي هو الجي، كانه اتعمل بس معمول فاضي، مع الجيتار ما عملش فيه. فيا بدل يا بطاجيه، يا بطاجيه انا قلبي معاك، هيبقى ساكته، يا بطاجيه انا قلبي معاك، تعتب علي وبترجاك. فلازم تلقطها بودنك ديت في الأغنية، إنك العد مش هتبتدي تعد من أول مزورة، هتفوت مزورة فاضية وتكمل في التانية على طول لما تيجي تعمل الكورس بتاع اللي بيجي بعد الكوبليه الأولاني. دي كانت حلقة الكوردات، ونشوفكم الحلقة الجاية في السولو أو الريف بتاعها، وهو سهل جدا. نشوفكم الحلقة الجاية.